تجري حاليا التحضيرات لإطلاق الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، واختيرت لعضوية مجلس أمناء الشبكة العربية من مملكة البحرين الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى. تفاصيل أكثر حول تأسيس هذه الشبكة وأهدافها تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة فوزية الجيب عضو مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يا هلا ومرحبا، أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا فيك دكتورة. في البداية خلينا نتكلم عن الفكرة، كيف بدأت تأسيس هذه الشبكة وكيف تم اختياركم لها؟ فكرة تأسيس الشبكة طبعا جاء التفعيل حق توصية المؤتمر العربي اللي عقد في فيينا في عام 2017. المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدت مؤتمر هناك، وفي نفس العام صار مؤتمر آخر للعلاقات العامة اللي هو المؤتمر الثالث في القاهرة، وطلبوا مني تقديم ورقة عمل حول دور العلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى. قدمت هاي الورقة، بعدها رأسا صار اختياري ضمن اللجنة التأسيسية للشبكة واللي ضمت تقريبا 30 عضو من 10 دول عربية. وبدأنا الاجتماعات التحضيرية خلال العام 2018، وتم خلال هاي الاجتماعات وضع النظام الأساسي للشبكة واشتغلنا على إطارها العام. وبعدها بشهرين صار اختيار ضمن اللجنة الفنية اللي سميناها فيما بعد، اتفقنا على تسميتها بمجلس الأمناء، يضم 11 عضو من الخبراء والمختصين في مجال العلاقات العامة. من ال 30 عضو تم اختيار هذين ال 11 عضو. طبعا اجتمعنا اجتماعات في القاهرة في خلال الشهر الماضي في شهر يوليو. تم اعتماد خطة العمل المستقبلية، تمت مناقشة التعديلات في اللائحة التنفيذية للشبكة، وتم اعتماد مهام وآليات عمل مجلس الأمناء، وحددنا فئات العضوية للشبكة والمزايا اللي بنقدمها حق الأعضاء. كل ده يعني هاي الأمور كلها صارت في إطار الاستعداد لإطلاق الشبكة. نعم دكتورة فوزية، متى راح يتم تدشين الشبكة رسميا؟ هذه إن شاء الله بيتم انعقاد الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة في القاهرة. نعم. بتنظيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، طبعا هاي المنظمة اللي هي مثل ما قلت لك تابعة لجامعة الدول العربية، بيكون في شهر ديسمبر القادم من 17 إلى 18. بيتم خلال الإعلان عن إطلاق الشبكة، وبينفتح باب العضوية. العضوية بتكون مفتوحة للأفراد المعنيين بشؤون العلاقات العامة والتواصل، المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، الجمعيات المهنية، ولجميع المهتمين في الشأن العلاقاتي والتواصل. نتمنى لكم كل التوفيق وكل الشكر لك دكتورة فوزية الجيب عضو مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.